من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في الحديث الأول من باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الخلافة وهذا الحديث الشريف يتضمن احتجاج أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام مع طلحة والزبير، فقد احتج عليه بمجموعة أمور بعد أن جيّش الجيوش وخرج إلى البصرة ونكث البيعة، فأرسلوا رجلا يدعى خداش. وذكروا له مجموعة مطالب وحاولوا إيجاد حصانة نفسية بينه وبين أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لئلا يتأثر بكلامه. ذكرنا في الحلقة الماضية حجتين من حججهما وأما الحجة الثالثة التي احتج بها ودحضها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حيث يقول عليه السلام: وأما مفارقتكما الناس منذ قبض الله محمدا صلى الله عليه واله فإن كنتما فارقتماهم بحق فقد نقضتما ذلك الحق بفراقكما إياي أخيرا. وإن فارقتماهم بباطل فقد وقع إثم ذلك الباطل عليكما مع الحدث الذي أحدثتما، مع أن صفقتكما بمفارقة الناس لم تكن إلا لطمع الدنيا. الحجة الثالثة التي ذكراها لأمير المؤمنين، هو أنهما فارقا الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لمصلحة علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولكنه حسب زعمهما لم يشكر لهما موقفهما ولذلك ساوى عطاءهم مع سائر الناس ولم يمنحهما إمارة إمارة البصرة والكوفة، حيث كان يحبان ذلك كان يريدان أن يوليهما إمارة البصرة والكوفة فلم يفعل ذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكان يطمعان في أن يغدق عليهما بالأموال من أموال بيت المال لكنه ساوى بينهما وبين سائر المسلمين فخلاصة كلامهما أننا كنا معك وخالفنا الناس فلماذا لم تراعي حق صحبتنا معك وفراقنا الناس لأجلك؟ الجواب على ذلك أنتم أنتما فارقتما الناس بعد رسول الله صلى الله عليه واله خالفتما أبا بكر وعمر وعثمان. هذه المخالفة إما كانت بحق أو بباطل لا يخلو من أمرين إذا أنتما تعتقدان بأن مفارقة الناس كانت بحق وأن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وآله بتعيين علي أميرا للمؤمنين وخليفه على المسلمين ووليا للمؤمنين اذا انتم تعلمان بذلك ولذلك فارقتما الناس إن هذا الامر ايضا مستمر الحق مستمر اذا الرسول عينه عليا بامر من الله سبحانه وتعالى فلا فرق في ذلك بين زمان ابي بكر وزمان عمر وزمان عثمان وهذا الزمان بعد عثمان حيث بايع الناس امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام فلماذا فارقتماه الان مع انه على حق وان الله عينه وامر رسوله محمدا صلى الله عليه واله بتبليغ ذلك الى الناس وان كانت مفارقتكما الناس بباطل هذا الشق الثاني يعني أنتما تزعمان أن مبايعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت مبايعة صحيحة وأنهما أولياء الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله نفس الدليل الذي زعمتماه لأولئك نفس ذلك الدليل موجود في أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام اذا خلافة ابي بكر هي خلافة صحيحة لان الناس بايعوه فامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام ايضا الناس بايعوه فكما كانت تلك البيعه حسب هذا الشق صحيحه، هذه البيعه ايضا صحيحه فانت بين امرين لو تقول انه من الاول مفارقه اولئك كانت على حق فليش تركت ذلك الحق الان لماذا تركت امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام واذا مفارقه اولئك كانت على باطل فمفارقتك الان ايضا على باطل من احتجاج امير المؤمنين لمعاويه ايضا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كما في نهج البلاغة يقول لقد بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان إذا تلك البيعة كانت صحيحة فهذه البيعة أيضا صحيحة إذا تلك البيعة كانت باطلة لأنها خلاف أمر الله سبحانه وتعالى فأمر الله مستمر لأن الله عين عليا عليه الصلاة والسلام فلا فرق في ذلك بين الزمان أبي بكر وزمان عمر وزمان عثمان وبعد مقتل عثمان فإذا هذا يدل على أن مفارقتهما أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام على كل حال على باطل إذا أنت عندك النظرة الشيعية بأن الله عينه الآن ما لك حق تخالف وإذا عندك النظرة السنية بأن الناس بايعوا والبيعة لا تجوز مخالفتها فأيضا الآن أنت قد خالفت البيعة ونكثت تلك البيعة فعلى كل حال أنت اتخذت الطريق الباطل بعد ذلك أمير المؤمنين يذكر جواب آخر أيضا السقط عن نظر عن الاحتجاج بأنه من على الحق ومن على الباطل. أنتما لماذا فارقتما الناس في ذلك الزمان؟ هل كانت مفارقة لأجل الله سبحانه وتعالى أو لطمع الدنيا؟ لأن الإنسان العمل الحق إذا جاء به بنية باطلة ذلك العمل يكون باطلاً مثل واحد يصلي رياءً. الصلاة أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهي عمود الدين، لكن بشرط أن تكون بإخلاص. إذا واحد رأى في صلاته نفس هذه الصلاة تكون ويل، ونار في جهنم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هسه انتم الناس. كان المفروض عليكم ان تفارقوا الناس، لان رسول الله صلى الله عليه واله يقول: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه اينما دار. ورسول الله صلى الله عليه واله يقول لعمار: يا عمار ان سلك الناس واديا وسلك علي واديا آخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي عليه الصلاة والسلام لا تشوف الناس وين يرحون ما عندنا حشر مع الناس عيد أنت لازم تكون مع الحق أكثرهم للحق كارهون أكثرهم لا يعقلون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين الناس عبدوا العجل وبقي هارون وحيدا الحق كان مع هارون ليس مع عبده العجل مع انهم كانوا الاكثريه الساحقه من بني اسرائيل على كل حال فراقكما الناس هل كان لان عليا على الحق او لطمع كان هذه الحجة الثالثة وقد دحضها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأما الحجة الرابعة زعمتما وذلك قولكما فقطعت رجاءنا لا لا تعيبان بحمد الله من ديني شيئا كان ضمن كلامهما انك قطعت رجاءنا زعمتما ذلك وقلتما لانهما قالا هذا الكلام للرسول الذي كان خداش مو فقط في قلبكما هذا بل صرحتما به قطعت رجاءنا يعني هذا يبين ان مفارقتهما امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام لم يكن لاجل امر ديني. خالفاه لانه مثلا خالف امر الله سبحانه وتعالى، او خالف امر الرسول صلى الله عليه واله. خالف حكما من الاحكام، خالف اصلا من الاصول. كلا وانما كانت مفارقه لاجل الدنيا. كانا يطمعان شيئا فلما لم يعطهما أمير المؤمنين ذلك الشيء ثار ضده هذا مثل تلك الآية التي الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة إلى البعض ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إذا الرسول يعطيهم من الزكاة شيء شيئا يرضون، يقولون هذا خوش رسول، لكن إذا لم يعطهم منها شيئا، لأن اكو هناك من هو أولى منهم، أو يوجد هناك من هو المستحق وهم ليسوا بمستحقين. فإذا هم يسخطون، هكذا كثير من الناس، لماذا فارقتما عليا؟ لأجل دين؟ لا، لأجل دنيا، وبالفعل هكذا كان أمرهما، إذا واحد يقرأ تاريخ الجمل من خروجهما من مكة إلى وصولهما إلى البصرة يشوف القضيه ما كانت قضيه دين وايمان كانت قضيه دنيا لذلك في صلاه الجماعه اختلف طلحه والزبير من يكون امام الجماعه لانهما كانا يزعمان بانهما يتمكنان من القضاء على امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام لان جيش الالوف زين فاذا قضى عليه احدهما لازم يصير هو الخليفه من هو يصير الخليفه اذا واحد هو يصلي بالناس جماعه هو الذي يكون في نظر الناس اولى بالخلافه فتنازع طلحه والزبير على الامامه في مره من المرات الى ان كادت الشمس ان تطلع صلاة الصبح الناس قاموا يصيحون الصلاة 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 وذول الثنين يتعاركون على انه من يكون الامام الى ان جعل الحكم عائشه وهي حكمت بان يكون الامام عبد الله ان يكون الامام عبد الله ابن الزبير هو ابن اختها وابن الزبير فجعلته الامام يعني اجلت الصراع والنزاع الى ما بعد ذلك وأيضا ما فعلاه في البصرة وفي أموال البصرة وفي حراس بيت المال والقتل الذي ارتكباه وما إلى ذلك بيد القضية ما كانت قضية دينية مو نزاع ديني لا نزاع على الدنيا هذه الحجة الرابعة وقد دحضها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام زعمتما وذلك قولما، قولكما، زعمتما، الزعم عادة يستعمل في الظن الكاذب، يعني واحد إذا يكذب يقال زعمه، لذا كل زعم ورد في القرآن بمعنى الكذب. كما عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، هي كلمة الزعم ضمنت معنى الكذب. زعمتما انك قطعت رجاء رجاءنا لا القضية شيء اخر كانت. القضية ان طلحة والزبير كانا قد طمعا في الامارة وفي الخلافة. يعني الزبير يشوف نفسه الى السابق في الاسلام ومواقف في غزوة بدر، وفي غزوة أحد، وفي غزوة حنين، إلى مواقف كثيرة، وهو أقرب إلى الرسول من أبي بكر وعمر وعثمان، إذا أبو بكر إذا عمر إذا عثمان صار خلفاء، صاروا خلفاء وصاروا أمراء، وليش هو اللي يصير؟ مع أنه أيضا زاد طمعه لما عينه عمر. بعد ان طعن في الشورى السداسية الستة اللي يعينون الخليفة من بعد عمر واحد منهم منو كان؟ الزبير كان. واحد منهم منو كان؟ طلحة كان. فكان في الحقيقة يطمعان في الخلافة. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قطع النظر عن عصمته وعن صحة مواقفه مية بالمئة بتسديد من الله سبحانه وتعالى قطع النظر عن ذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان أدهى العرب لكن كان هذا الدهاء الدهاء يأطر بإطار الشرع لولا التقى لكنت أدهى العرب ولذا خطوات أمير المؤمنين قطع النظر عن جانب العصمة وجانب أوامر الرسول صلى الله عليه وآله شوف خطوات صحيحة مئة بالمئة يعني الآن لما تدرس تاريخ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شوف خطواته خطوات صحيحة سياسيا وعسكريا ما بيها إشكال لذلك حينما عزل معاوية عن الشام كانت خطوة صحيحة سياسيا قطع النظر عن الجانب الديني وحينما لم يول طلحه والزبير اماره البصره واماره الكوفه خطوه صحيحه، ليش؟ لانهما كانا قد منيا انفسهما بالخلافه، زين اذا معاويه في الشام، وهي من اماكن تواجد المسلمين من الاماكن المهمه، الزبير استلم الكوفه، طلحه استلم البصره، زين ذول الثلاثة يتفقون يتمكنون من القضاء على أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لأنه المدينة ما كان بها جند وجيش ولذا كما ذكرنا في الحلقة الماضية أمير المؤمنين حينما خرج إلى البصرة من المدينة خرج بألف واحد فقط وجيش البصرة 18000 ألف واحد بألف واحد انت ما تقدر تتغلب على 18 ألف واحد وما كان البناء ان يكون هناك اعجاز بناء انه يكون القضيه بالطرق الطبيعيه الف مقابل 18 ألف طبعا ينهزمون هذا واضح الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأنصاره في يوم عاشوراء شجعان لكن 72 واحد مقابل عشرات الالوف طبعا انه يقتلون هذا شيء واضح فلذا امير المؤمنين ما خرج من المدينه الى البصره مباشره وانما خرج الى ذي قار يعني الناصريه بعد الطريق استقر في ذي قار اسبوعان اسبوعين استقر في ذي قار وأرسل عمار ابن ياسر والإمام الحسن إلى الكوفة وأبو موسى الأشعري كان في الكوفة يثبط الناس عن نصرة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لكن عمار بسابقته والإمام الحسن بقربه إلى رسول الله حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله تمكنا من أن يجيشا جيشا أظن عشرة آلاف واحد وخرج من الكوفة إلى ذي قار فالتحق بجيش أمير المؤمنين مع الجيش الذي جاء به من الكوفة بعد ذلك أمير المؤمنين توجه إلى البصرة وحدثت معركة الجمل وانهزم جيش الجمل في القضية المعروفة هسه الشاهد شنو هو؟ الشاهد انه البقاء في المدينه وتسليم البصره والكوفه اليهما والشام بيد معاويه هذا كان انتحار سياسي قطع النظر عن الجوانب الدينيه. امير المؤمنين كان يعلم ذلك لذلك ما سلمهما السلطه عندما جيشا جيشا في البصرة بعض الناس قالوا اتركهم مو مشكلة قال لا أكون كالضبع تنام على طول اللادم لا ما يصير هذا في نهج البلاغة يردون يصيدون الضبع يجون عند باب الجحر يخرجون أصوات يعني يضربون ضرب مثلا خفيف مع شعر وغناء يقرأ فهذا الضبع في جحره يستمع الى هذا الضرب الخفيف ويستمع الى هذه الاشعار التي تقرا فينام فلما ينام ياتي الصائد ويصيده يخرجه من الجحر يصيده بس هذا مثل عند العرب الامام يقول لا اكون كالضبع تنام على طول اللدم اللدم يعني هذا الضرب الخفيف لا الآن إشارات واضحة الجماعة يردون القضاء على علي عليه الصلاة والسلام واستلام الإمارة هذه الحجة الرابعة وأما الحجة الخامسة جوابها وأما الذي صرفني عن صلاتكما فالذي صرفكما عن الحق وحملكما على خلعه على خلعه من رقابكما كما يخلع الحرون لجامه وهو الله ربي لا أشرك به شيئا فلا تقول أقل نفعا وأضعف دفعا فتستحق اسم الشرك مع النفاق كان ضمن احتجاجهم أنك قطعت صلتنا مع أننا أرحامك إحنا أرحامك الزبير من عمة الرس... أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام طلحة من قريش من أبناء العمومة فأنت قطعت الرحم مع أنه المفروض أن تصل الرحم الجواب شنو هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرني بهذا القاطع ليش لان انت تتوقع ان يكون لك امتياز ان تعطى مالا اكثر من غيرك الله منع ذلك بيت المال لجميع المسلمين يصرف في مصالح المسلمين هناك موارد معينه مثلا في الزكاه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الايه الخمس: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول لذي الْقُرْبَةِ موارد معينه تصرف في تلك الموارد، اموال الدوله اذا فاضت هذه الاموال ماذا يفعل بها؟ تصرف للناس. شلون تصرف للناس؟ ان نميز الغني على الفقير ونميز الشريف على الوضيع. ونميز القوي على الضعيف ونميز الأبيض على الأسود ونميز العربي على الأعجمي مثلا كل هذا بيت مال المسلمين لجميع المسلمين والمسلمون سواسية كأسنان المشط إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإذا إذا المسلمون كان هناك فائض في بيت المال يقسم عليهم بالسوية وأمير المؤمنين قد التزم بأمر الله سبحانه وتعالى أنت تقدر تقول أنه قطعت رحمي لأنك التزمت بأمر الله سبحانه وتعالى كلا فيقول أمير المؤمنين وأما الذي صرفني عن صلاتكما هم شنو كتبوا في الرسالة أو في الكلام اللي بلغوه عبر خداش انه اكو جماعه اثروا عليك هؤلاء صرفوك عن صلتنا وذولاك ما يفيدوك احنا جنا نفيدك اللي انت ما اهتميت بينا. الجواب على ذلك لا امير المؤمنين لا يتاثر بكلام هذا وذاك. وانما امير المؤمنين يلتزم بامر الله سبحانه وتعالى. واما الذي صرفني عن صلاتكما فالذي صرفكما عن الحق يعني الله سبحانه وتعالى لان الله يضل الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقد مر سابقا مفصلا في كتاب التوحيد ان الهدايه من الله والضلال ايضا منه سبحانه وتعالى لمن كان فاسقا ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، لمن كان ظالما ان الله لا يهدي القوم الظالمين، لمن كان متكبرا، لمن كان فاسقا، اذا واحد رفض الهدايه فالله سبحانه وتعالى يضله، بمعنى انه يخذله فيتركه فيظل، وتفصيله قد مر سابقا. وأما الذي صرفني عن صلاتكما فالذي صرفكما عن الحق وحملكما على خلعه من رقابكما يعني خلع الحق من رقابكم كأنه الحق حبل في عنق الإنسان كما يخلع الحرون لجامه الحرون يعني الدابة الصعبة التي لا تنقاد من هو الذي صرفهما عن الحق يعني أظلهما الله هو الذي أمرني بأن أتعامل معكما كما أتعامل مع سائر المسلمين وهو الذي أمرني أن لا أعين على ولاية المسلمين على ولايات المسلمين من يريد الدنيا وهو الله ربي لا أشرك به شيئا فلا تقول أقل نفعا وأضعف دفعا هم شنو قالوا في كلامهم أنه أنت ناس صرفوك عن صلتنا وذولاك ضعفاء لا الذي صرفني عنكم الله والله ليس أقل نفعا ليس أقل نفعا ولا أضعف دفعا إذا واحد يقول الله سبحانه وتعالى ضعيف الله سبحانه وتعالى أقل نفعا فهذا شرك فتستحق اسم الشرك مع النفاق ثم بعد ذلك هناك حجة سادسة الإمام يدحضها وخاتمة لهذا الحديث إن شاء الله سنذكرها في حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين